بسبب ارتفاع عدد المواطنين المصابين بالسكري والسمنة. كل منتجات السكر تعتبر محظورة قانونيا. أي مواطن أو مقيم معه سكريات سواء لاستخدام شخصي أو تجاري بيتحاكم وبيدخل السجن. Please, man. Don't do it. Please. You know what? You don't even have the right to talk to me, man. This is my money. Just calm down, please. Hey, calm down. You know what? This is fine. No, man. Please, what please, no. 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 وين الحلو؟ الحلو وين؟ وين الحلو؟ مين سرق الحلو؟ احكي لي. تصيل بوب بسرعة. Do you really think they can work together?